السلام عليكم مرة تانية يا جماعة. احنا مكملين لفتنا في او المشوار اللي بنلفه مع بعض في ساحة كوبارت، ولكن في سيارة صدقا نشوفها. انا كنت ماشي بالترتيب، ولكن هاي السيارة حتخليني اروح اتفرج عليها دايركت وافرجيكم اياها، لانه قاتلة يا جماعة. انا من عشاق لامبورجيني، وانك تشوف هاي السيارة هون، هاي تحديدا هلا حتعرف ليه، اشي صدمة، صدقا صدمة. يعني كل السيارات اللي شفناها هون كوم، وهاي كوم تاني. تفضلوا على الجمال، ما شاء الله السيارة وهي واقفة بنص السكراب، عبارة عن عروس. طلعوا شوفوا الجمال يا أخي. لامبورجيني غير عن كل السيارات، لامبورجيني غير، جمال. شوفوا الفن في التصميم، شوفوا يا جماعة. أنا هاي ليش صورتها هلأ وبسرعة قبل ما مثلا أرجع بيوم تاني وتكون رايحة، لأن هاي السيارة مش إصدار عادي يا إخوان، ركزوا معاي، هذا إصدار الـ STO، هذا إصدار فعليا خاص جدا، مش سيارة هوريكان عادية. هلأ هاي مبدئيا هوريكان، أوكي؟ بس لما تحكي STO يعني هاي السيارة إصدار ليميتد، سيارة نازلة جديد، إلها بس حوالي تقريبا سنة ونص على فكرة. السيارة قاتلة. طيب ليش قاتلة يا محمد؟ شو اللي بيفرق في هالسيارة؟ خليني أقولكم، بس أخذكم لفة شوية من جوا السيارة. مبدئيا من جوا، بالله افتح لي يا أحمد، أنا ماسك هاي أغراض شادر. طيب هذه هي السيارة، شوفوا الجمال في لامبورجيني. طبعا ما تتخيل انك تلاقي جوا كبسات وفخامة. اللي بيشتري هاي السيارة أبدا ما آخر همه انه يتكيف حتى، يعني السيارة هاي معمولة بطريقة انه يا صديقي انزل على الحلبة فقط. شوفوا زر التشغيل، هذا هو زر التشغيل، الجير والى غيره. طيب خلينا نحكي بشكل سريع، ليش يا محمد يعني هاي السيارة الزرخص؟ شوفوا يا اخوان، الهوريكان بشكلها العادي اساسا سيارة يعني مرعبة بصوتها بشكلها بأدائها، بس ليش STO اصدار اكثر رعب؟ اصدار STO يا صديقي هو اصدار خاص فقط، لما يعني تتخيل انه السيارة اللي معك ده تدخل فيها حلبة دايركت، تدخل فيها هاي السيارة ماخذينها من الحلبة ليمشوها على الشارع، يعني هي فعليا سيارة قانونية بتمشي على الحلبات وبتمشي على الشارع، سيارة قانونية. هلا هذا الاشي ما تفكر انه هو عادي، لا مش عادي ابدا. السيارات اللي على الحلبات لهم قوانين خاصة، احنا ما بنحكي على الحلبات اللي بتروح انت تتمشور فيها، لا بنحكي على الحلبات الحقيقية، سباق حقيقي، ما تدخل بأي سيارة. وبنفس الاشي سيارات السباقات ما بتدخل على الشارع طبيعي، هاي السيارة إصدار ضابط للجهتين. طيب شو الفرق يا محمد في القصة هاي؟ شو بنفرق بالSTO عن العادية؟ اول اشي البودي اللي مصنوع من الكربون فايبر كاملا، شوفوا بالله. مرة تانية بعد اذنك افتح يا احمد الباب، تمام، لاني حامل كاميرا يا اخوان. شوفوا السيارة اول اشي فيها تخفيف وزن خيالي، يعني ابتداء من الكربون فايبر موجود هون، شوفوا هذا كلياته كربون فايبر، فيش جمالية الSTO، انسى الجمالية، كربون فايبر، شوفوا كربون فايبر. في شغلة تانية بدي تنتبهوا عليها، من كتر ما مخففين فيها وزن، طلعوا كيف شكل فتحة الباب. انت لو شفتها فعليا حتقول لي شو السيارة المعفنة، يعني انه ايش هالفتحة الكيا احسن منها، بس لا يا صديقي، هذا تخفيف وزن كلياته عشان السيارة على الحلبة تعطيك الاداء الخيالي. طيب كمان شغلة، اذا بنروح على الصندوق الامامي، دنيا نار يا جماعة، الصندوق الامامي طبعا كلياته بالكربون فايبر زي ما شايفين. واحدة من ميزاته انه هو اساسا اللامبورجيني، عشان تكون الصورة، الها صندوق امامي صغير بيجي، يعني بتحط فيه يا دوبك لابتوب، اغراض صغيرة. ولكن هاي السيارة بقول لك انت شاري لي سيارة حلبات تطلع فيها على المخبز؟ اكيد لا. فالسيارة كل البوز الامامي ما فيها صندوق زي ما شايفين، هذا كلياته بيفتح هنا رابطينه، بس كله هذا كامل بينشال بيرفع على قدام، تمام. فهاي كمان واحدة من الميزات. طبعا هاي الشغلات كمان انت ما بتفتحهاش، يعني هاي شغلات الشركة انت ما لك علاقة فيها، فهاي كمان شغلة عشان تخفيف الوزن. طيب خلينا نروح كمان على شغلة تانية، شوفوا لي الجنوط راكم عليهم سنتر، اللي هو هاي بيسموها اللوك اللي بالسنتر فقط، ما في عندك انت براغي على الداير.
هذه الشغله بتستخدم بسيارات السباق عاده. لما تشوفوا انتم سيارات الفورمولا او سيارات سباق بتوقف على مكان عشان تقدر تغير اطاراتها بسرعه، فبيكون في زي دريل بدخل في المسننات هدول بفكهم بسرعه وبركبهم بسرعه. فالسياره زي ما انتم شايفين عجالها عاملينهم بطريقه انه فعلا يتبدلوا بسرعه. طلع انت الستيك تايرز اللي راكبين عليها يا زلمه، ايش مرعب، ايش بتخوف. طيب في عندك كمان البريك ديسك، عم نحكي عن بريك ديسك 18 انش، اشي مرعب. كاربون فايبر طبعا، عفوا مش كافة خربط سوري، سيراميك. فيعني عم نحكي عن بريكات خيالية. طيب شوفوا لي كمان شكلها. في عندك اكيد السبويلر، هذا مش تركيب ابو محمد، هذا تركيب الشركة، كل شيء تركيب الشركة. طيب هلا حتقول لي يا محمد يعني اوكي الفلسفة هاي كلياتها على قديه، يعني قديه بدها تعطيني السيارة اداء بالمحصلة وشو اللي بده يطلع مع هالسيارة بالاخير. شوفوا خليني اعطيكم هيك بشكل سريع نظرة. صحيح واحدة كمان من الاوبشنز الموجودة بهالسيارة، او مش اوبشن، هي اللي نازل على السيارة، انه هاي السيارة على غير عادة لامبورجيني، هاي مش دفع كلي للعجلات. لامبورجيني بالعادة دفع رباعي، هاي دفع خلفي فقط بس. هاي بتعتبر لانه بحكيك اصدار استمتع بالحلبة قدر الامكان. فهاي هي. طيب ابتداء من السعر عم نحكي بتقريبا 350 الف دولار سعر هاي السيارة، 350 الف دولار، انت فاهم؟ بالضبط بالضبط. طيب هلا الماتور تبعها حتستغرب طبعا انه لساتها لامبورجيني بتتبنى موضوع الماتورات التنفس الطبيعي. فعندك ماتور 10 سلندر 5700 سي سي، قد ايه بيعطيك؟ تخيل هذا الماتور اللطيف بيعطيك يا صديقي 630 هورس باور، 630 هورس باور على السيارة بهالشكل وبهالحجم. تخيل انه هاي السيارة يا صديقي بتنطلق من 0 ل 100. ركز، البوغاتي قد ايه بتنطلق تتذكر؟ 3 ثواني. لا البوغاتي ثانيتين و6. هاي يا صديقي ثانيتين و8، هاي ابطا بثانيتين من البوغاتي، جزئين عفوا من الثاني، يعني جزئين، يعني يا دوبك تحكي فيهم. طبعا هذول بيعنوا الكثير في الحلبة، ولكن بالواقع جزئين انت دافع حقهم ارخص من البوغاتي بمليون دولار تقريبا. تخيل الرقم، فانتوا فاهمين من 0 ل 100 بثانيتين فاصلة 8، رقم مرعب. فهذه هي يا جماعه الاس تي او، سياره صراحه ما ضيعتها من يعني اول ما شفتها تفاجأت. حتى بالاول فكرت انه اوكي ممكن يكون عاملها استكر استيكرات عفوا، ولكن قصه الاستيكرات هاي منتشره كثير، ولكن في شغلات ما بتقدرش انت تعدلها، مثل موضوع الصندوق الامامي ما اتصور انهم عدلوا، موضوع الصندوق الخلفي، الصندوق الخلفي معمول له لوك من الشركه ما بتقدر انت تفتحه، هذه الشركه هي اللي بتعمل لك صيانه له، ما بتقدر انت تفتحه وتشيل او تعمل اشياءك انت زي ما بدك. ف الموضوع غريب. طبعا في هون واحد منهم، هاد اتصور في واحد بنزين وبالله، بس خليني اتاكد في واحد ثاني مش متاكد وين. في انا مرة كنت عم بتفرج عليها في مكان خاص بس لتحط مية المساحات ولا اشي زي هيك، يعني انه بتقدرش تفتح الصندوق من هون، مش عارف وين مكانه، يمكن من قدام مش عارف، بس المفروض انه ما بتنفتح من قدام. على كل، فيا صديقي هذه هي الاس تي او، غالبا حتشوفوا بعديها السيارة كمان هاي بي ام دبليو ال 800، الفئة الثامنة القديمة، هاي الفئة اللي نزلت كثير ما بيعرفوا عنها، كثير بيستغربوا وجودها، والسيارة هاي تقدر تحكي انها نادرة وبنفس الوقت فاشلة، ما نجحت ابدا من بي ام دبليو، ووقفت حوالي 15 سنة لحد ما رجعت. ايوه بالضبط بالضبط، وسموا بوب اب لايت. طيب ها حنحكي عنها في فيديو قادم، فنترككم مع جمال الـ SEO وان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي.